النهارده الرئيس السيسي من اول زيارته للولايات المتحده، وطبعا بتنهال عليه طلبات اجراء مقابلات صحفيه وحوارات تلفزيونيه مع وسائل الاعلام المختلفه. النهارده لفت نظري سؤالين على قدر يعني اعتقد كبير من الاهميه بالنسبه للراي العام الامريكي، هم ليهم حسابات مختلفه وحسابات اخرى. نمره واحد، كلموه على ما يعرف بخليه الماريوت او صحفي الجزيره، وسالوه لماذا يعني ما معناه لم يتم العفو عنهم كده، هو والراجل رد قال يعني انا كان ممكن ان انا اتصرف في حاجه زي كده او ارحلهم لولا ان الموضوع وصل الى القضاء. طبعا. الحاجه الثانيه سالوه على برنامج باسم يوسف باعتباره نافذه لحريه التعبير والثقافة السخرية من رجال السياسة، دي تعتبر ثقافة أمريكية في المقام الأول. صحيح. إيه رأيكم؟ هنرجع للموضوع ده وإجابات السيسي، بس تعالوا نروح نيويورك بقى بسرعة علشان الحدث في نيويورك. معايا المحامي الدولي المعروف الأستاذ خالد أبو بكر، اللي نقل لي بقوة وبوضوح شديد تفاصيل وكواليس ما دار بعد الكلمة في القاعة. يا ترى دلوقتي بقالنا يعني حوالي ساعتين على انتهاء الكلمة، عايزين نعرف منك ردود الفعل لغاية دلوقتي. الأستاذ خالد أبو بكر، مساء الخير. مساء النور يا معتز، أنا بكلمك دلوقتي لسه واصل مقر إقامة الرئيس. هو الحقيقة في ما يزيد عن 3000 مصري موجودين قدام مقر إقامة الرئيس، بشكل يعني لو بإيدي أبوس راس كل واحد فيهم. مش ممكن، ناس راحت، في ناس جت من كندا من امبارح بالليل وهم راكبين عشان يوصلوا النهاردة، يقفوا في الشارع بس عشان خاطر يرفعوا علم مصر. لو في معنى للوطنية بيتعلم، لازم نوري أولادنا المشهد اللي موجود قدام مقر إقامة الرئيس السيسي. لا عايز حاجة ولا طالب حاجة، وكل طلب أنه يجي يرفع علم مصر. الناس دي وصلت قدام المقر الساعة 8 غير الناس اللي كانت موجودة قدام الأمم المتحدة، وده اللي زعلنا. يعني مش ممكن يكون في عظمة شعب بالشكل ده، روح وطنية غير عادية، تجمع غير عادي. الرئيس منتظر ان هو في خلال النص ساعة الجاية يوصل مقر الإقامة. مش قادر اقول لك اجواء وطنية من طراز رفيع. طيب. هي احنا كان في اجتماع بيجمع بعض الرؤساء، احنا سيبنا هذا الاجتماع وصلنا الى مقر الإقامة في انتظار وصول الرئيس دلوقتي حالا ان شاء الله. ان شاء الله. في ردود فعل عندك على الكلمة والمحاور اللي تناولتها؟ هو الحقيقة الناس هنا تلقوا اشارة الرئيس لهم بالتحية ان هو خرج على النص وحيا المصريين الموجودين، تلقوها باستحسان كبير، ويعني ده كان شيء كويس جدا. الناس كمان يعني تواردت بعض الانباء انه بعض الصحف، يعني في جريده مصريه بالتحديد بعتت اس ام اس قالت انه تم المطالبه بالافراج عن شخصيه محدده. الكلام ده مش صحيح تماما، ما حدش طالب اي حد، بس المنهج الجديد للخارجيه المصريه، وده اللي لازم يعني الناس تعرفه، انه مين الشخصيه المحدده دي؟ مين؟ يعني ممكن اللي انا عايز اوصله لك انه المنهج اللي متبعاه وزاره الخارجيه في عهد الرئيس الجديد انها لا تستمع الى انتقادات الغرب بشكل يؤثر على قراراتها الداخليه. هي بكل المعاني تتحدث عن يعني سياسه واضحه وصريحه ومؤكده، ولا علاقه لها باي نوع من انواع الضغوط، وده اللي بان في تاثير كلمه السيسي على كل الوفود الموجوده النهارده. هي يوم ناجح بكل المعاني، وخليني أتابع معك خلال ساعة من دلوقتي لو وقتك هيكون موجود على الهواء، لأنه هيكون وصل السيد الرئيس لمقر الإقامة في وبداية أجندة أخرى من الاجتماعات هتبدأ بعد ساعة من دلوقتي. بكل أسف أنا بعد ربع ساعة يعني هينتهي وقت البرنامج. إن شاء الله أنا على اتصال بيك، وأنا بشكرك وبتمنى لك كل التوفيق في مهمتك في نيويورك. شكرا للأستاذ خالد أبو بكر، متحدثا لينا على الهواء مباشرة.